عبدالله كري مسعود رضا ورحمتي خويلي بأفرميت ما من كتاب الله سورة إلا أنا أعلم حيث نزلت والله لقرآن كي خوادا هيت سورتك نيا كسطو تشاردة سورة إلا أزانم لكو دابزيوة كيوا أفرميت صحابي پیغمبر عليه الصلاة والسلام وما من آية أم جاك آية يكني لقرآن كيخوا إلا أنا أعلم فيما أنزلت إلا من أزانم بوشي دا بزيوة ولو أعلم أحدا هو أعلم بكتاب الله مني تبلغه الإبل لركبت إليه أجر بش زانم كسي لمن زيرك تلا لقرآن كيخوا بس حشتر بيبقى والله أرم بولاي أمش درز عبرتي تريتا أم قولك البخاري هيا أمش أواق يعني برا كان مدين لصحابة وربقرن دينكة لسرشاوة وربقرن أو تا صحابة يسوين أخوات أفرمي والله هيت سورة يكنية إلا أزانم كي دابزيوة هيت آية يكنية إلا أزانم بوشي دابزيوة كسيك دي أمرو بناوي دينوا شتيك دين نبو لو زمان أمرو أي كاب دين هل أخوي آية يكدين تفسيريكا كاكي أبو صلوات نادن لدواي بانك أو أني أخوة فرمي إن الله وملائكته يصلون على النبي يعني أم آيات لسر دم في غنبرا نبو أم آيات بوصر أوان دا نبزي أوان معناي أو آياتي أن نزاني توتي إستبوم تفسيركي دين تان الصحابة ورقرن أبناوي مولودة وكأمصال مولود كرا كسب الغيبين يبلي قرآن فرمي وايا يا في غنبر صلى الله عليه وسلم كرديتي يا فرميتي يا صحابة كردويتي يا تابعين يا كردويتي يا توار مذهبك قليش يعني كردويتي يعني ألين والله مظفر الدين كردويتي يا منا خمسية مظفر الدين كردويتي كاك ديني من لما كله وكور ناقرم ديني من قرآن والسنة قصي صحابة أو تاسيون أخوة يك آية ثنية أزانية بو شي دابزيوة بو مولودي أن نكر أوان ديار بو بيغمبر يعني خوش نقرك بو أوان رقي يعني لبيغمبر بو أوان أوابن فالدين ما خلت باخل جزورج لسريبيه.